السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مسلم طاجر. إن شاء الله النهاردة معانا درس قواعد جديد من اللغة الإنجليزية بعنوان Comparative and Contrast Connectors. Comparative مقارنات، Contrast تضاد، Connectors روابط. أوكي، يبقى درس النهاردة هو روابط المقارنات والتضاد. عندنا مجموعة من الأدوات: Whereas، On the other hand، Instead of، In comparison with، Although، in spite of أو despite. أختها التانية طبعا. النهاردة نعرف كل أداة من هذول معناهم إيه، استخداماتها في الجملة، موقعها، وإزاي تقدر تستخدمها. درس النهاردة مهم جدا لكل اللي مهتم بالروابط. طبعا بالنسبة للدراسة دايما بيكون مرتبط الدرس ده بالمراحل المتقدمة للطلاب كالصف 11 أو كالصف 12، اللي هي المرحلة الثانوية في الدراسة في أي دولة عموما. إن شاء الله تابعونا، لا تنسى دعمك المباشر بيا يا شباب، لايك، شير لزملائك، وفعل زر الجرس، وما تنساش في عندك هنا بطاقات لو ضغطت عليها هتوصلك المرحلة اللي انت بتوصل بتدرس فيها كل دروسها بالترتيب إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، ولنبدأ يا سادة درس جديد مع روابط المقارنات والتضاد. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول أداة نتعلم النهاردة في الروابط هي كلمة whereas. كلمة whereas بتساوي كلمة while، وإحنا متأكدين أو إحنا زي ما كنا عارفين سابقا إن كلمة while معناها بينما، فبالتالي كلمة whereas معناها بينما. whereas تربط ما بين جملتين، whereas ممكن تيجي في بداية الجملتين ويفصل ما بينهم كما، وممكن whereas تيجي في النص ما بين الجملتين وبرضه يكون في قبلها كما وجملة قبلها وجملة بعدها. دي أشكال whereas. يبقى عرفنا إن whereas أداة ربط معناها بينما، هتربط ما بين جملتين موقع في البداية أو في النص. طب نشوف مثال لاستخدام whereas، وأتمنى إنك تقدر تكتب لنا في التعليقات أيضا جملة تقدر تستخدم فيها whereas بعد ما تعرف استخدامها أو تشوف استخدامها بالشكل التالي. أوكي، أول مثال أقدر أشاركك إياه whereas بينما. let's say نقول مثلا whereas I like traveling by car، بينما أنا أحب السفر بالسيارة. my brother أخي likes يحب traveling by let's say train، يحب انه يسافر بالقطار. لو تلاحظ هنا كلمة whereas هي أداة الربط، ربط ما بين الجملة الأولانية I like traveling by car والجملة الثانية المفصول ما بينها وما بين الجملة الأولى بكما my brother likes traveling by train، أخي بيحب السفر بالقطار. فهنا المقارنة إن أنا بحب أسافر بالسيارة، هو بيحب يسافر بالقطار. طب هل ممكن استخدم whereas في نص نفس الجملة بالظبط؟ انت هتقول I like traveling by car whereas my brother likes traveling by train، ما فيهاش اي مشكلة ولا اي معضلة. طب لو نشوف لنا مثال اخر نستخدم فيه whereas. my family lives in the city، أسرتي تعيش في المدينة. whereas بينما let's pick it again whereas I live in the countryside، بينما أنا أعيش في الريف. أسرتي تعيش في المدينة بينما أنا أعيش في الريف. يبقى عرفنا أن كلمة whereas بتعبر عن مقارنة ما بين اتنين، أو تستخدمها المقارنة ما بين اتنين. الأولانية الراجل بيحب يسافر بالسيارة في حين أن أخوه بيسافر بالقطار. الجملة التانية أسرتي تعيش في المدينة بينما أنا أعيش في الكونتري سايد في الريف.
أتمنى إن استخدام وير أز واضح، وأتمنى إن أنا أقرأ جملتك تحت في التعليقات عن وير أز، ونشوف الأداة اللي بعدها. On the other hand من أسهل الأدوات اللي تستخدمها في الروابط، لأن لها ميزة جميلة جدا. ميزتها إن on the other hand لو أنت استخدمتها هيجي قبلها نقطة وهيجي بعدها فصلة. ليه؟ لأن on the other hand بتيجي في النص، فقبلها جملة منتهية بنقطة ودايما هتلاقي بعدها فصلة. On the other hand معناها وعلى صعيد آخر، وعلى صعيد آخر، وممكن نقول من ناحية أخرى، يعني هيكون في اختلاف في الرأي. نشوف الأمثلة توضح لنا كل حاجة وتبقى الصورة أفضل لينا. City life is exciting. City life is exciting. جملة انتهت اهي. استخدم أداة الربط. On the other hand ومن ناحية أخرى كما. إيه اللي بيحصل؟ Life in the countryside. Life in the countryside. محظوظين دايما ان countryside تيجي في الاخر كده ليه؟ is let's say more peaceful. More peaceful. الجملة بيقول حياة المدينة is exciting، مثيرة وشيقة. On the other hand ومن ناحية أخرى وعلى صعيد آخر life in the countryside الحياة في الريف is more peaceful أكثر أمانا أو هدوءا، فيها كده ما فيهاش اكسايتنج عادية يعني. مثال آخر أنت ممكن تستخدمه on the other hand هيعجبكم المثال ده. Teachers do their best. المعلمين يقدموا أقصى ما عندهم أو أفضل ما عندهم. On the other hand طبعا كتلمنا on the other hand يبقى في حاجة جاية تانية مختلفة تماما، طالما انت بتجيب المعلمين انهم بيقوموا بأفضل ما عندهم. Students الطلاب أخليها خفيف عليك. Don't study well. يبقى من جانب ان في احد بيبذل مجهود، في الجانب الاخر مفيش اي مجهود، فاستخدمنا on the other hand on the other hand عشان تبين المقارنة ما بين الاثنين والتناقض. كده واضح استخدام on the other hand. لاحظ ان on the other hand بتبقى عايزة جملة قبلها وجملة بعدها، whereas بتبقى عايزة جملتين، ممكن الاثنين متتاليين او هي تكون موجوده في النص، شرط ان يكون قبلها فاصله. On the other hand بتشترط ان يكون قبلها نقطه وبعدها فاصله. نشوف اداه ربط ثانيه، وقبل ما نروح لاداه ربط ثانيه اتمنى انك تكتب لي في التعليقات مثال من عندك باستخدام on the other hand، ولو ما كنتش دوست لايك اضغط لايك واعمل شير لزملائك ونكمل الشرح للدرس. يلا شباب، أشك أداة ربط عندك هنا في درس النهاردة هي instead of. instead of معناها بدلا من، معناها بدلا ايه؟ من، خلي بالك. ولها شرط، شرطها ان يجي بعدها اسم او يجي بعدها فعل، ويكون اخر الفعل ده ايه؟ ing. خلي بالك للمعلومة بس، الفعل الاخر ing هو اساسا اسم. هو اساسا ايه؟ اسم. ازاي؟ انت عندك كلمة write معناه ايه؟ يكتب. طب لو هي writing هيبقى معناها الكتابة. read يقرأ. طب لو هي reading هيبقى معناها القراءة. خلينا نشوف الامثلة على اداة الربط اللي انا بقولك عليها لطيفة خالص دي. instead of بدلا من going by bus. going باي بس بدل ما نروح بالباص، افصل ما بينه وما بين الجملة التانية. let's go
باي تاكسي، ايه رأيك نروح بالتاكسي احسن، نروح بالباص ونتعب. فبدلا من الذهاب بالباص let's go by taxi. مثال اخر، instead of بدلا من cooking، بدل ما نحن نطبخ النهاردة، ايه رأيكو instead of cooking let's eat out. eat out يعني ناكل برا في مطعم. let's eat out، بدلا من احنا نطبخ النهاردة ما تيجي ناكل النهاردة برا في المطعم. يبقى instead of بتربط ما بين جملتين، ودايما خلي بالك الجملة اللي بعد instead of مش شرط تكون جملة، ولكن الشرط اللي بعدها ان instead of لازم يكون بعدها اسم، اهو ادي هنا اسم اهو، او اللي هو فعل في اخره ing، هما الاتنين واحد زي ما اتفقنا فوق. instead of going by bus let's go by taxi، instead of cooking let's eat out. طب شوف الجملة الجاية دي، I'd like to drink tea، والله انا عايز اشرب شاي، instead of بدلا من juice، بدلا من العصير. يبقى الراجل هنا عمل لك مقارنة، ادي instead of، قالك والله انا مش انا احب ان انا اودي ان انا اشرب شاي بدلا من مين، جوس. ادي اسم يا سيدي صريح ملوش دعوة بالفعل في ing، تمام؟ فيها اي مشكلة؟ اتمنى انها تكون واضحة. طب نشوف كمان مثال عشان نثبت معلومة عندنا اكتر. You can borrow my book، يمكنك ان تستعير كتابي، instead of بدلا من buying a new one، buying a new one. اتمنى ان قاعدة او الجزء الخاص بين instead of واضح بالنسبة لك، معناها بدلا من، معناها يجي بعدها اسم او فعل في ing، تيجي في بداية الجملة او تيجي في نص الجملة. الشرط الاساسي ان يكون في عندك بعدها اسم او فعل في ing، وخلي بالك منها ومن اللي جاي دلوقتي مع أداة الربط التالية. ما تنساش انا محتاج اشوف منك مثال تحت في التعليقات باستخدام instead of. أداة الربط اللي قدامك دلوقتي اسمها in comparison with، خلي بالك in comparison with بتشترك مع instead of في حاجة، ايه؟ ان الاتنين بيجي بعدهم اسم او فعل في ing. او طب انا كده في الامتحان ازاي هفرق ما بين in comparison with و instead of؟ المعنى، لازم تهتم بالمعنى في الجملة. بمعنى ايه؟ instead of كان معناها بدلا من، في حين ان in comparison with معناها بالمقارنة بي، بالمقارنة بي. ركز في الامثلة عشان تقدر تفهم ان في فرق ما بين جمل instead of وجمل in comparison with. winter in Kuwait is wonderful، الشتاء في الكويت ايه؟ رائع. in comparison with بالمقارنة مع، أو بالمقارنة ب، ها، summer الصيف. أنا بقول الشتاء في الكويت رائع مقارنة بالصيف. طيب حاول كده تحط بدلها، مش احنا متفقين ان in comparison with و instead of الاتنين بيجي بعدهم اسم وفعل في ing. طب هل انا ممكن اكتب هنا بدلها instead of؟ ما هو جاي بعدها اسم اهو، مفيش مشكلة عندي. طب نشوف كده الجملة، winter in Kuwait is wonderful، الشتاء في الكويت رائع، بدلا من الصيف. تحس ان المعنى ضعيف تماما وما ينفعش استخدم هنا instead of. وصل كده الفكرة؟ تمام. نشوف مثال اخر ل in comparison with. in comparison with
بالمقارنة مع other countries الدول الأخرى كويت is small and modern بالمقارنة مع الدول الأخرى الكويت صغيرة وحديثة. يبقى أنا كده عملت مقارنة ما بين حاجة وحاجة. ركز إن بعد in comparison with أنا جبت other countries، جبت اسم، واحنا متفقين إن other in comparison with بيجي بعدها اسم أو فعل فيه إيه؟ ing. تمام، يبقى in comparison with اللي معناها بالمقارنة مع، يجي بعدها اسم أو فعل فيه ing، ممكن تيجي في نص الجملة أو تيجي في بداية الجملة. لو جت في بداية الجملة أنا بفصل ما بين الاسم اللي بعدها والجملة بفصلة زي ما انت شايف، كما نفس الأسلوب ده. جاهزين الأداة اللي بعدها؟ يلا بينا. أداة الربط although معانا من سنين وكلنا عارفينها، إن although معناها بالرغم من، معناها بالرغم من، وعارفين إن although بتشترط وجود بعدها جملتين. الضوء بتشترط وجود بعدها جملتين، وممكن الضوء تيجي ما بين الجملتين، ما فيش اي مشكلة. تمام، الضوء بتربط ما بين فكرتين عكس بعض بالرغم من انه غني هو غير سعيد. الضوء he is rich بالرغم من انه غني، he is unhappy هو غير سعيد. هي دي فكرة although، بالرغم من ان شيء في حاجة عنده ميزة او سيئة، ان الجهة التانية او المقابل في حاجة تانية مختلفة تماما. although بالرغم من the road was busy، the road بالرغم من ان الطريق was busy كان مزدحم او كان مشغول، he reached on time هو وصل في الوقت المناسب او بالظبط. on time يعني وصل بالظبط في ميعاده. ادي هنا في حدث ان كان الطريق مزدحم، كان الطريق ما ينفعش حد يوصل بسبب الزحام ده في وقته. he reached هو وصل او حقق المعدل اللي المفروض ما كانش تحصل. فالضوء بتربط ما بين فكرتين في ما بينهم تناقض، بالرغم من شيء في حاجه بتحصل بدل حاجه. طب ممكن استخدم الضوء في النص؟ اه طبعا، انا ممكن اقول he reached on time هو الراجل وصل في ميعاده بالظبط، although بالرغم من، بالرغم من ان the road ان الطريق was busy. اتمنى ان استخدام although واضح بالنسبة لينا في الجمل. يفضل لنا اداة واحدة in spite و despite، نشوفهم مع بعض. in spite of despite ادتين الاتنين بيساووا بعض مع اختلاف الشكل. in spite of spite هتبلع ان و اوف جواه وهيبقوا despite. نبدأ بالمعنى، معناهم رغما من، وممكن تمشي احيانا بالرغم من. انت اكنك بتقولي انها بتساوي كلمة although تقريبا مع اختلاف، although بتبقى عايزة معاها جمل كاملة، اما ان spite و despite بيبقوا عايزين بعدهم اسم. وطالما قلنا اسم يبقى نجيب طبعا ايه فعل فيه ing مع اختلافات. وفي تريك صغيرة كده، في خدعة ممكن تعملها في حالة انه لو طلب جملة فيها although تشيل although وتحط despite، لان يعني في هنا مشكلة تحصل لك. ايه المشكلة؟ الجملة اللي فيها although جملة كاملة، و in spite of او despite عايزين بعدهم اسم فقط او فعل في ing، ازاي احول جملة لاسم؟ هتختلف على مستوانا من طالب لطالب، ولكن في تريك صغيرة ممكن تتعمل تخلي الموضوع ده يعدي معاك بسلاسة. الأول نشوف مثال على in spite of أو despite. we
had a great time. احنا قضينا وقت رائع. In spite of, رغم من, the heavy rain. The heavy rain, المطر الغزير. احنا قضينا وقت جيد او رائع او ممتاز رغم من, بالرغم من the heavy rain. اوكي, بس ما ينفعش اقول in spite of it was raining مثلا. قال لي لا, لان in spite of او despite بيبقى عايزين بعدهم ايه, اسم او فعل في ing. يعني انا ممكن اشيل in spite of واحط بدل هنا ايه, despite, والامور هتبقى طيبه ومفيش اي مشاكل. طيب مش فاكر المثال بتاع although. although he is rich, انا اعتقد كده ان سبايت وسبايت ما فيهاش اي مشكله, ممكن تيجي في الاول ممكن تيجي في الاخر عادي, بس خليني اكتب لك المثال بتاع although. although بالرغم من, he is rich, he is unhappy, هو ايه, هو غير سعيد. ممكن يجي لك في اختبار يقول لك يوز او استخدم in spite of, او طبعا يقول لك استخدم despite, ما فيش اي مشكلة. طيب طبعا احنا هنضطر نشيل although عشان نستخدم اداة ربط تانية, ما ينفعش الاتنين مع بعض. ممتاز. طيب لو انا بدأت ب مثلا despite, رغم من, قال لي ما ينفعش تحط جملة, امال اعمل ايه؟ قال لي انت عندك هنا الصفة rich صح, ممكن تجيب الاسم منها اللي هو richness, ثراء, غناء, يبقى تقول despite his richness, his richness, بالرغم من ثراءه. ده بالنسبة للطالب اللي مستواه كويس, جاب لي كده اسم بعد الايه, الكلمة او بعد كلمة despite أداة الربط, وهيكمل الجملة he is unhappy. طيب انا راجل يا سيدي ما عنديش العلم والمعرفة دي. قال لي خلاص في عندك حل تاني ممكن تستخدمه. قال لي اديني الماجيك تريك بتاعتك دي, عبارة عن ايه؟ قال لي هتستخدم بعد in spite او despite كلمة the fact that, وبعدها اضيف الجملة يا سيدي زي ما هي, مالكش دعوة بأي حاجة. يعني ايه؟ يعني تقوم راح كاتب كده despite, رغم من, the fact that, the fact that, وضيف الجملة بقى اللي فوق he is rich, افصل, he is unhappy. اتمنى انها تكون واضحة. رغم من, the fact that, انت كده جبت اسمه مباشرة, حقيقة انه هو غني, هو غير سعيد. وكده مبروك عليك استخدام in spite or despite بدلا من although في الجملة دي. طبعا لو هي فيها the fact that وطلب منك استخدم although, هتشيل بس the fact that وتحط although بدل despite او in spite of. هذا بالله التوفيق. اتمنى ان درس النهارده كان بسيط وسهل الشرح ليه بالنسبه لكم يا شباب. اتمنى ان على كل اداه انك تكتب مثال واحد في التعليقات. ما تنساش لايك شير ودعوه حلوه منك. هذا بالله التوفيق, اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.